بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على الجزء الثاني بار 2 of lecture 2، وهنتكلم على الـ types of inventories، ونحل شوية exercises about lecture 2 1 بارت الاولاني من lecture 2. لو بصينا للـ types of business هنلاقي ان احنا عندنا at least 3 types of business. ممكن يبقى في انواع تانية، لكن يعني we can classify the business to service business، ودي ال provide service وتاخد حاجة اسمها fees. يعني زي الحلاق ده، حضرتك بتقعد قدامه فيحلق لك شعرك، دي service وتدفع له الفيز او الاتعاب بتاعته. تروح لدكتور السنان فيقول لك افتح بقك، هنحشي لك الدرس دوت، فيقدم لك service فتدفع له انت الفيزيتا اللي هي الفيز. يبقى providing service at a fee، دي يبقى service business. النوع التاني من الشركات او البيزنس يسموه merchandising business، وده buy and sell finished product، يعني يشتري الفرنيتشر ويبيعه زي ما هو، يشتري الكرسي ويبيعه زي ما هو كرسي، يشتري البدلة ويبيعها زي ما هي بدلة، يشتري الشيبسي او البسكوت او الزيت او السمنة او السكر ويبيعهم as it is من غير ما يعمل any change on it، من غير ما يعمل اي تغييرات على البرودكت، وبالتالي هو buys and sells finished product. لكن شركات المانيفاكتشرنج بيزنس اللي احنا بدأنا نتكلم عليها في المحاضرات اللي فاتت دي، بتصنع، دي produce، دي make and sell finished goods. يبقى الاول تصنعها زي ما احنا قلنا، بتجيب material وتجيب ليبر وتجيب اوفر هيد وتدخلهم جوه الفاكتوري فتعمل لهم بروسيسنج فيطلع فينيش جودز، يبقى دي ميكس اند سيلز فينيشد برودكت، بعكس شركات المرشندايز هي بتشتريها فينيشد وتبيعها فينيشد، باي اند سيل فينيشد برودكت. يبقى تلات انواع من البيزنس: سيرفيس بيزنس، مرشندايزنج بيزنس، ومانيفاكتشرنج بيزنس. لو جينا بصينا على الريليشن بتوين ذا تايب اوف ذا بيزنس اند ذا انفنتوري، هنقال ان شركات السيرفيس هاز نو انفنتوري، شركات السيرفيس هاز نو انفنتوري. شركات المرشندايز عندها جاست وان تايب اوف انفنتوري، نوع واحد بس، يسموه المرشندايز انفنتوري. هتقول لي هي في شركه بتبيع برودكت واحد؟ لا، ما بتكلمش على البرودكت الواحد، انا بتكلم على ان كل البرودكتس اللي عندها كلها جاست وان تايب اوف انفنتوري، كلها بيرشيست فور ريسيل. يعني ما تروح فتح الله هتلاقي عنده كم منتج؟ كتير جدا، بس كلهم اسمهم مرشندايز انفنتوري، كلهم بيرشيست اند سولد از ات از زي ما هم. وبالتالي يبقى شركات السيرفيس هاز نو انفنتوري، ما عندهاش انفنتوري، ما بتبيعش حاجه اصلا، هي بتقدم سيرفيس. شركات المرشندايزنج عندها تايب واحد بس من الانفنتوري اسمه مرشندايز انفنتوري، وممكن يبقى المرشندايز انفنتوري ده ساوزندز اوف برودكتس، لكن كلهم اسمهم مرشندايز انفنتوري. اما شركات المانيفاكتشرنج بيزنس فدي عندها مشكله زي ما احنا جينا اتكلمنا عليها قبل كده، فدي بتتكلم على ثلاث اماكن، 3 بليسز. بتتكلم على ان عندها رو ماتيريالز، دي الماده الخام، وبعدين بتخش جوه المصنع تتصنع مع الليبر مع الاوفر هيد فما تخلص، تبقى unfinished state او still in process او still in progress، فيسموها work in process او work in progress. وبعدين لما المنتج يخلص ونوت sold yet يسموه finished goods inventory. يبقى عنده تلات انواع من الانفنتوري. تعال خدهم بالراحة كده، لو تخيلنا شركة الفرنيتشر اللي اتكلمنا عليها اللي كانت بتعمل كراسي، هنلاقي ان الرو ماتيريالز بتاعها هو الخشب، الان يوزد ماتيريال، الخشب اللي ما استخدمناهوش ولسه ستيل ات وير هاوس اوف ماتيريال. الورك ان بروسيس هنلاقيه كرسي بس بثلاث رجلين، يعني ان فينيش ديت، يعني بدانا ستارتد تو فينيش ات بات يو دونت فينيش ات ييت، انت لسه ما خلصتوش، فيسموه ورك ان بروسيس يعني ستيل ان بروسيس. وبعدين عندك منتج برودكت فينيشد بات نوت سولد ييت، فيسموه فينيش جودز انفنتوري. طبعا الثلاثه مختلفين عن بعض خالص، ما يتحطوش مع بعض، يعني الخشب الرو ماتيريالز اتحط في سيبريتد وير هاوس، الكرسي ابو ثلاث رجلين اللي هو ان فينيشد او ستيل ان بروسيس ده ستيل ان ذا فاكتوري. الفينيش جودز انفنتوري يطلع من الفاكتوري ويروح على الوير هاوس اوف فينيشد جودز. تعال نبص لها كمان مره كده، نركز على المانيفاكتشرنج كومبانيز دلوقتي ونقول ان عندها 3 تايبس اوف انفنتوريز. اول نوع اللي هيبقى الماتيريالز انفنتوري، وهيبقى اللي موجود جوه الماتيريال وير هاوس ماتيريال ده
هيبقى الماتيريال ذات ار نوت يوزد يت، يعني اللي انت لسه ما استخدمتهوش. يعني ممكن مثلا يبقى الخشب، ممكن يبقى الستيل، ممكن يبقى الليذر، دي حاجات احنا جايبينها ماده خام عشان نستخدمها جوه المصنع but not used yet. يبقى الماتيريال انفنتوري هو ماتيريالز not used yet still in the warehouse of material. طب تاني مكان عندك هو ايه؟ المصنع، الفاكتوري، البلانت، ده جواه work in process inventory. ده production بس still in process يعني not completed yet، ويسموه work in process او work in progress والاتنين WIP. وده partially completed production، partially يعني جزئيا، يعني بدأنا نصنعه بس not finished yet. يبقى انت عندك ال warehouse of material جواه material inventory، ده الماتيريال اللي not used yet. عندك المصنع او البلانت او الفاكتوري جواه work in process يعني production still in process not completed yet partially completed. وما يبقى فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الفينش جودز انفنتوري، ده المخزن الوير هاوس اللي هنطلع منه البضاعه اللي هتتباع. يبقى دي جودز ذات ار كومبليتلي مانيفاكتشرد، يعني خرجت منين؟ من المصنع، بات نوت سولد يت، لسه ما اتباعتش. يبقى انت عندك هنا بضاعه طلعت من المصنع دخلتها المخزن بتاع الفينش جودز وير هاوس ولسه ما بعتهاش، نوت سولد يت. يبقى البضاعه بتاعتنا بتمر بمراحل، بتشتريها ماده خام الاول تحطها في الانفنتوري بتاع الماده الخام ماتيريال انفنتوري، تدخلها جوه المصنع يبقى اسمها ورك ان بروسيس، اول ما تخرج من المصنع يبقى اسمها فينيشد جودز هنا، اول ما تتباع يبقى اسمها كوست اوف جود سولد، تتباع بقى، وده مش انفنتوري ده اكسبنس. طب ما تيجي ناخد شويه اكسرسايزز كده على اللي عملناه المره اللي فاتت وعلى قلناه المره دي ونعمل ريفريشن كده ونراجع نفسنا تاني. ناخد شويه ترو فولس الاول. Product, Service, Department and Customers may be cost object. احنا قلنا كلمة cost object هي اي حاجة بتحسب لها cost. Could be anything. وبالتالي ال product ينفع cost object, ال service, ال department, ال customers كلهم ينفعوا cost object. اقدر احسب cost of production, اقدر احسب cost of service, اقدر احسب cost of department, اطلع cost of customer وبالتالي تبقى true. اي حاجة تنفع تبقى cost object. طب الـ costs are accounted for in two basic stages. Assignment followed by accumulation. هو فعلا هما فعلا two stages. هما فعلا two stages. لكن مين الأول؟ هل تعمل assignment الأول؟ ولا تعمل accumulation الأول؟ اه طبعا الـ accumulation الأول، أنت الأول بتجمع الـ accumulation كـ input وتدخله جوه المصنع. فيطلع لك product فتعمل للـ product دوت إيه؟ assignment. يبقى ديت هم فعلا two stages بس ما هيش assignment followed by accumulation، هي accumulation followed by assignment، يبقى false statement. The same cost may be direct for one cost object and indirect for another cost object. اكيد صح، لان اللي بيحدد البرودكت الكوست ديت direct ولا indirect هو cost object. يعني مثلا لو جيت قلت لك انا عندي maintenance department، يبقى المانجر بتاع maintenance department related بالmaintenance department direct، الاثنين مرتبطين ببعض، المانجر بتاع maintenance department وده maintenance department وكده related ببعض، يبقى دي direct cost. طب تعال ناخد بقى المانجر ده، المانجر بتاع maintenance department related بالproduction بالnumber of units produced، يبقى direct ولا indirect؟ يعني لو انتجت كتير تدي المانجر ده فلوس اكتر، لو انتجت شويه تدي المانجر ده فلوس اقل، لا طبعا يبقى ديت اندايركت. وبالتالي ذا سيم كوست هي نفسها المانجر سالري، مينتنس مانجر سالري، كود بي دايركت لو هتربطها بالمينتنس ديبارتمنت، وتبقى اندايركت لو هتربطها بالبرودكت. وبالتالي ذا كوست اي كوست مي بي دايركت فور وان كوست اوبجكت اند اندايركت فور انذر كوست اوبجكت، يبقى ترو. طب service sector companies provide service صح or intangible product to their customer. كلمة intangible ممكن تبقى غريبة عليك شوية، بتوع الاكاونتنج بيفرقوا بين نوعين، بين حاجة اسمها intangibles وحاجة اسمها tangible. التانجبل هي الملموسة، الحاجة الفيزيكال، يعني حضرتك لما تروح تشتري كيلو سكر ده tangible، حاجة تمسكها بإيدك. طب لما تروح للدكتور وتقول له بطني واجعاني فيقول لك انت عندك كذا وكذا ويكتب لك description، يكتب لك روشتة كده، ادالك حاجه مش فيزيكال، اعطاك حاجه انتانجبل،
يبقى الانتنجبل هي برودكت غير ملموس. كلمه انتنجبل برودكت يعني سيرفيس، يعني نقدر نشيل كلمه سيرفيس دي ونكتب مكانها الانتنجبل برودكت. يبقى فعلا السيرفيس سيكتور بروفايد سيرفيس اور انتنجبل برودكت تو ذير كاستمر، يبقى دي ترو. طب تعالى نشوف كده، المرشندايزنج كمباني بيرشيز برودكت اند سيل ات تو كاستمر وذاوت تشينجينج ذير بيزك فورم. يشتري السكر ويبيعه زي ما هو، يشتري السمنه ويبيعها زي ما هي، يشتري العربيه ويبيعها زي ما هي. وبالتالي المرشندايزنج بزنس فعلا بيرشيز برودكت اند سيل ات از ات از وذاوت تشينجينج ذير بيزك فورم، يبقى ديت ترو، فيري جود. طب تعالى نجرب تاني. دايركت ليبر is part of both prime cost and conversion cost. فاكر لما قلنا ان احنا عندنا 3 types of cost: direct material, direct labor, overhead. قلنا اول اتنين direct material و direct labor اسمهم prime cost، اخر اتنين direct labor و overhead اسمهم conversion cost. فبيسألك هنا على direct labor اللي هي في النص، is part of both prime and conversion. اه طبعا direct labor هي part من البرايم، لان البرايم direct material و direct labor، وبارت كمان من الكونفيرجن، لان الكونفيرجن عباره عن دايركت ليبر بلس اوفر هيد، يبقى ديت ستيتمنت ترو. طب الكونفيرجن كوست انكلود اول دايركت مانيفاكتشرنج كوست. الكونفيرجن كوست انكلود اول دايركت؟ لا طبعا، اصل الكونفيرجن ده عباره عن حاجتين، عباره عن دايركت ليبر بلس اوفر هيد، والاوفر هيد معظمها بيبقى ايه؟ ده هي كلها اندايركت. مش احنا قلنا عندنا دايركت ماتيريال ودايركت ليبر وان دايركت كوست؟ الان دايركت كوست سميناها اوفر هيد، وبالتالي الاوفر هيد هي ان دايركت. يبقى الكونفيرجن كوست انكلود اول دايركت؟ لا طبعا، لان في حته دايركت مش انكلود جواها، يبقى ديت فولس. طبعا الحته الدايركت اللي مش انكلود جواها هي الدايركت ماتيريال. طب دايركت ماتيريال كوست كومبايند ويز اوفر هيد از نون اس كونفيرجن كوست. انت عارف الدايركت ماتيريال كومبايند مع الاوفر هيد يبقى اسمها ايه؟ اسمها خلطبيطه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. الدايركت ماتيريال عمرها ما بتتجمع مع الاوفر هيد. الدايركت ماتيريال تتجمع مع الدايركت ليبر تطلع البرايم، يا اما تاخد الدايركت ليبر تجمعه على الاوفر هيد فتطلع لك الكونفيرجن. لكن الدايركت ماتيريال مع الاوفر هيد هاز نو مينينج، ما لهاش معنى، ما هيش الكونفيرجن كوست. الكونفيرجن كوست دايركت ليبر بلس اوفر هيد، يبقى دي فولس. معايا كده؟ جميل. طب تعالى نجربه كده شوية ام سي كيو. اكتوال كوست ار، اعطيني شوية حاجات. لو خدت بالك ان بي وسي ودي هما ذا سيم مينينج، يعني بادجتد استيميتد فوركاستد، دي حاجة واحدة، دول حاجة واحدة. وبالتالي الاكتوال كوست هي الكوست انكيورد اللي حصلت فعلا. اكتوال كوست الكوست انكيورد، يبقى ديت الإجابة الصح بتاعتي. الكوريكت انسر از ايه؟ هنجربه دي كده. The general term used to identify post tracing and the allocation of accumulated cost to cost object. ايه هي الترم اللي جواه حاجتين؟ جواه tracing و allocation. جواه tracing و allocation. مش انت الاول بتعمل accumulation للكوست عشان تدخلها جوه المصنع، لما بتخرج من المصنع بتعمل لها ايه؟ تعمل لها assignment by to ميثود. بتعمل حاجه اسمها تريسنج للحاجات الدايركت، وبتعمل الوكيشن للحاجات الاندايركت. يبقى اللي بيضم التريسنج والالوكيشن هو مين؟ هل هو الكوست اكيوميليشن ولا الكوست اساينمنت؟ اكيد هو الكوست اساينمنت. طبعا الكوست تريسنج ده بارت منها. الكونفرجن كوست ملوش علاقه اصلا بالموضوع، يبقى الاجابه الصح بتاعتي هي كوست اساينمنت. طب الكوست اساينمنت از اولويز جادجمنتلي. يا راجل خلي بالك ان الكوست اساينمنت جواه حاجتين، جواه تو ميثودز، واحده تريسنج ودي مش جادجمنتلي، ده ديت عارفين بالظبط البرودكت خد قد ايه. انما هي الجادجمنتلي هي الالوكيشن، وبالتالي مش اولوز لان جواه حته تريسنج. انكلود تريسنج اند الوكيشن، صح. يبقى الكوست اساينمنت انكلودز تريسنج اند الوكيشن. طب بص اللي جاي كده، ذا سيم اس كوست اكيوميليشن. يا راجل ده الكوست اكيوميليشن للانبوت والكوست اساينمنت للاوتبوت. Finding the difference between budgeted and the actual. لا هو ال difference between the budgeted وال actual ده بيسموه variance، ملوش علاقة خالص بال cost assignment. يبقى الإجابة الصح بتاعتي هي B، إن ال cost assignment includes tracing and allocating. طب which of the following does not، ركز، does not affect
دايركت ان دايركت كلاسيفيكيشن اوف كوست، في واحده من دولت ملهاش تاثير على الكلاسيفيكيشن بتاع الدايركت والان دايركت. ذا ليفل اوف بادجيتد بروفيت فور نيكست يير، ايه ده؟ هو انا لما عاوز اكسب كتير السنه الجايه بادجيتد فوركاستد استيميتد بروفيت او اكسب شويه، ده ياثر على الدايركت والان دايركت؟ ملوش علاقه اصلا بالكوست كدايركت او ان دايركت. طب بص اللي جايه كده، ذا ماتيرياليتي اوف ذا كوست، اه لما تبقى ماتيريال تبقى دايركت، لما تبقى ان ماتيريال تبقى ان دايركت. الافيلابيلتي اوف تكنولوجي، طبعا لو في افيلابيلتي اوف تكنولوجي اخليها دايركت، لو اي دونت هاف تكنولوجي تو جذر انفورميشن اباوت ذا كوست اعتبرها ان دايركت. حتى الديزاين اوف ذا اوبريشن، يعني انت لما بتجيب عبوه لمنتج معين يبقى دي دايركت، لكن لما تستخدم برميل لكل المنتجات اللي عندك يبقى انت بتشتغل على ان دايركت، وبالتالي يبقى اللي نوت افكتد الدايركت والان دايركت هو الليفل اوف بادجت. خلي بالك احنا كده بنذاكر بنراجع اللي عملناه، يعني لما اجي حد يقول لك هو ايه الافكتد الكلاسيفيكيشن دايركت والان دايركت، هتلاقيها بي وسي ودي، هي الماتيرياليتي اوف ذا كوست، هي الافيلابيلتي اوف تكنولوجي، هي ديزاين اوف اوبريشن. عشان كده احنا بنراجع اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. يبقى الاجابه بتاعتنا ايه؟ The level of budgeted profit for the next year it is not affected the direct indirect classification of a cost. طب all of the following are true except that the indirect cost، يعني في واحده من دولت not true، غلط concerning the indirect cost. بيقول لي indirect cost may be included in prime cost. ايه؟ ال indirect included في البرايم، هي البرايم دي فيها ايه؟ فيها دايركت ماتيريال ودايركت ليبر، يبقى ما جواهاش ان دايركت، يبقى دي الاجابه الصح بتاعتي على طول كده. اه على طول. تعال نبص على الباقيين بقى كده. ار نوت ايزلي تريست، طبعا هي لو كانت ايزلي تريست ما كانتش بقت ان دايركت، كانت بقت دايركت. فاري وذ ذا سيلكشن اوف ذا كوست اوبجكت، طبعا كل ما الكوست اوبجكت بتاعنا يتغير كود السيلكشن بتاع الكوست اوبجكت يتغير هيحصل لها فارينج. مي بي انكلودد ان مانيفاكتشرنج اوفر هيد، ده هي المانيفاكتشرنج اوفر هيد، الاندايركت كوست هي المانيفاكتشرنج اوفر هيد. يبقى الاجابه بتاعتي اول ترو اكسبت 1 اللي هي مي بي انكلودد ان برايم كوست، فعلا الاندايركت كوست غلط ما هيش انكلودد في البرايم كوست. يبقى الاجابه الصح بتاعتي ذا كوريكت انسر از ايه. طيب مانيفاكتشرنج، ركز عشان ده هيبقى هنا السؤال في دماغ شويه. مانيفاكتشرنج بلانت، مصنع يعني produces two product، فعنده two product lines، واحد football equipment واحد hockey equipment، بيصنع منتجين فعنده خطين انتاج، واحد football equipment معدات الفوتبول، هنا الفوتبول الامريكاني مش الفوتبول السكر بتاعتنا بيسموها الامريكان سكر، لكن دي الفوتبول الامريكاني، and hockey equipment. direct cost for football equipment line R، في واحد من الاربعة دولت يبقى direct بالنسبة للفوتبول اكويبمنت. تعال نجرب كده، البيفرج بروفايدد ديلي ان ذا بلانت بريك روم، بنقدم مشروبات وحاجات للعمال، هل دي ليها علاقه مباشره بالفوتبول ولا بالاكويبمنت؟ ولا بالفوتبول ولا بالاكويبمنت، دي مرتبطه بالمصنع وبالتالي دي اندايركت. طب تعالى كده، مونثلي ليس، ليس يعني رنت يعني ايجار، مونثلي ليس بيمنت فور سبيشاليزد piece of equipment specialized piece of equipment needed to manufacture the football helmet. الهلمت اللي هي الخوذه اللي بيلبسها اللي بيلعبوا الباسكت اللي بيلعبوا اسف الفوتبول. طيب specialized piece of equipment needed to manufacture the football helmet، يعني لو انت انتجت football equipment هتجيب الماشين ديت، بطلت تنتج الفوتبول equipment هتروح تأجر الماشين دي ولا مش تأجرها؟ انت بتجيب اكويبمنت عشان تصنع الهلمت بتاعت الفوتبول اللي بيلعبوا بيها الناس دي. طب انت لو انتجت منتجات الفوتبول تأجر الماشين دي ولا ما تأجرهاش؟ أأجرها. طب لو وقفنا انتاج الفوتبول قلنا مش هننتجه هنركز بس على الهوكي، تجيب الماشين دي ولا ما تجيبهاش؟ اكيد مش هجيبها، يبقى دي دايركتلي ريليتد بالفوتبول. مانثلي ليس بيمنت، خلي بالك اللي خلاها تبقى مرتبطة قوي هي كلمة specialized piece of equipment، دي مخصوص قوي عشان تصنع الفوتبول هيلمت. طب تعال نبص كده، دي دايركت وتبقى الإجابة الصح بتاعتي، يعني correct answer is B. لكن تعال نبص على سي بالمرة،
salaries of the clerical staff that work in the company administrative office. اللي شغالين في ال company administrative office بتاع ال HR وبتاع ال accounting وبتاع ال finance. هل الناس دول مرتبطين بالفوتبول ولا بالهوكي؟ لا دول على الاثنين. طب utilities paid for the manufacturing plant. يعني جبنا ادوات نظافه للمصنع. هل دي مرتبطه بالفوتبول ولا بالهوكي؟ لا مش مرتبطه. يبقى اللي مرتبط بالفوتبول بس هي specialized piece of equipment needed to manufacture the football helmet. يبقى دي الاجابه بتاعتي. صفر. ركز شويه في السؤال ده عشان ممكن يبقى تريكي شويه. The cost of direct material. بنتكلم على direct material. I'll classified as A. واعطيني 3 classification. Conversion. Manufacturing cost. Prime cost. واحدة واحدة كده. Direct material اكيد جوه البرايم. لان البرايم عبارة عن direct material و direct labor. واكيد جزء من المانيفاكتشرنج. اصل المانيفاكتشرنج كوست ثلاث حاجات: دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، مانيفاكتشرنج اوفر هيد. هل هي بارت من الكونفرجن؟ لا، الكونفرجن ده عباره عن دايركت ليبر اوفر هيد. يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى يا بي يا دي، لانها نوت بارت اوف كونفرجن. لكن هي مانيفاكتشرنج. يبقى الاجابه بتاعتي هنا نو، نوت كونفرجن كوست. يس ات از ا مانيفاكتشرنج كوست. Yes, it is prime cost. يبقى الإجابة بتاعتي هي D. It is not a conversion cost. يبقى direct material not a conversion cost. It is a manufacturing cost and it is prime cost. يلا دي كده محتاجة دماغ شوية، دي ركز فيها. Which one of the following cost should not be considered as indirect cost of serving a particular customer at Dairy Queen fast food outlet. عندنا محل بتاع فاست فود وليكن مثلا ماكدونالدز، عايزين نطلع الكوست اللي نوت اندايركت. يبقى معنى كده ان في ثلاثة من هنا اندايركت وواحدة دايركت. احنا هندور على الدايركت مع انه سائل بيقول لك should not be considered as indirect، ويبقى الأربعة دول ثلاثة اندايركت وواحدة دايركت، عايزين نطلع الواحدة الدايركت. The cost of the hamburger patty in the burger they ordered. حضرتك كل الكاستمر بتاعك particular customer كل ما يطلب سندوتشات اكتر تحط له همبرجر اكتر، صح؟ يبقى دي دايركت. طلب سندوتشين هحط له حتتين همبرجر، طلب اربعه هحط له اربعه همبرجر، طلب 100 هحط له 100 همبرجر. يبقى دي دايركت، يبقى دي الاجابه الصح بتاعتي. انا ممكن ما اقراش الباقي لكن ما تيجي نقراهم برضو عشان نبقى ايه متأكدين. The wages of the employee who takes the customer's order. الراجل الويتر اللي بيجي، الموظف اللي بياخد الاوردر من الكاستمر، ده دايركت ولا اندايركت؟ يعني لو جالك اتنين كاستمر هتخليهم اتنين ويتر ولا هو واحد؟ طب جالك تلاتة مش هو نفس الويتر نفس الامبلوي؟ وبالتالي يبقى مش دايركت ريليشن، ده اندايركت كوست. طب the cost of heating and lighting the kitchen. جوه الكيتشن حاطين اي سي، حاطين مراوح، حاطين بتاع دوت لايتنج، كهرباء بتنور، لمبات يعني. هل دي ليها علاقه بعدد الكاستمر اللي قاعدين بره؟ يعني كل ما عدد الكاستمر اللي قاعدين بره تنور نور اكتر في الكيتشن، العمال الكاستمر روحوا والمحل بقى فاضي تقوم طافي النور في الكيتشن؟ لا طبعا ما فيش علاقه. It is not a direct cost. The salary of the outlet manager. المحل ده له مانجر، هل السالري بتاعه دايركت ولا اندايركت؟ ريليتد بالكاستمر. تنساش انك انت لما بتقول دايركت واندايركت انت رابط بايه؟ بكوست اوبجكت معين. الكوست اوبجكت هو الكوست اوف كاستمر، يعني الفاتوره اللي هيدفعها الكاستمر دي تزيد لما السالري بتاع الاوت ليت مانجر ده يزيد. يعني المانجر بتاعنا ادينا له 1000 جنيه تزود فاتوره الهمبرجر؟ طبعا لا. طب ما بعناش النهارده، ما جاش حد يشتري النهارده همبرجر، نقص السالري بتاع المانجر؟ طبعا لا. وبالتالي يبقى ان دايركت كوست. يبقى الدايركت كوست هي اللي ريليتد دايركتلي بالكوست اوبجكت. يبقى الكوست اوف همبرجر ده مرتبط بالفاتوره اللي هيدفعها الكاستمر، لكن الويجز اوف ذا امبلوي هو تيكس ذا اوردر، الكوست اوف هيتنج اند لايتنج ذا كيتشن، السالري بتاع المانجر، ات از نوت دايركتلي ريليتد بالذا كاستمر كوست. فيري جود. An example of non-manufacturing cost is. يبقى هو بيسألني على non-manufacturing cost. خلي بالك بقى، يبقى الأربعة دولت فيهم ثلاثة manufacturing واحدة non-manufacturing. إحنا هنطلع non-manufacturing. Fire insurance. خلي بالك إن fire insurance لوحدها كده لو وقفت لغاية هنا
اقول لك ما اعرفش. ليه ما تعرفش؟ اصل ممكن تبقى فاير انشورنس ريليتد بالفاكتوري تبقى مانيفاكتشرنج، او فاير انشورنس ريليتد بالاوفيس بيلدينج. يعني لو شلنا كلمه فاكتوري وكتبنا مكانها اوفيس بيلدينج بقت نون مانيفاكتشرنج، وبالتالي اسمها كفاير انشورنس مش هو اللي قال لي انها مانيفاكتشرنج او نون مانيفاكتشرنج، اللي قال لي هي كلمه ايه؟ فاكتوري بيلدينج. احنا قلنا كلمه مانيفاكتشرنج هي ريليتد بالفاكتوري، اي حاجه جوه الفاكتوري تبقى مانيفاكتشرنج، اي حاجه بره الفاكتوري تبقى نون مانيفاكتشرنج كوست. يبقى الفاير انشورنس لانه اون فاكتوري بيلدينج بقى مانيفاكتشرنج كوست. سالري ما تقولش لوحدها، لكن اوف فاكتوري سوبرفايزر سالري بتاع مين؟ بتاع الفاكتوري، يبقى مانيفاكتشرنج. دايركت ماتيريال يبقى اكيد هي الدايركت ماتيريال بتستخدم اساسا فين؟ في المصنع، في الفاكتوري، في البلانت، وبالتالي تبقى الدايركت ماتيريال دي مانيفاكتشرنج كوست. اساسا المانيفاكتشرنج كوست هم ثلاث حاجات، دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، والاوفر هيد. طب رنت لوحده ما يقولش، لكن اون ايه؟ هيد كوارترز بيلدينج، الاوفيس بيلدينج، المركز الرئيسي، المركز اللي هو بتاع الادمنستريشن، يبقى ده نون مانيفاكتشرنج كوست، يبقى الكوريكت انسر بتاعتي دي. طب تعالى نشوف كده، البرايم كوست كونسيستس اوف دايركت ماتيريال كومبايند ويز ايه؟ يلا حفظناها بقى اول اثنين، دايركت ماتيريال بلس دايركت ليبر، يبقى الاجابه بتاعتك فعلا الكوريكت انسر از ايه؟ ويلا ربنا يوفقكم كده ان شاء الله ونشوفكم على خير، والسلام عليكم.